السلام عليكم جميعا، معكم دكتور هيثم بدراوي. في محاضرة النهاردة هنتكلم عن Advanced Structure Systems. زي ما انتم ملاحظين في الفترة دي ابتدى المعماريين يتنافسوا ازاي كل واحد يعمل مشروع ذو فكرة إبداعية، وده دورنا احنا كمعماريين كمان، ان لازم نعرف ازاي نصمم فكرة إبداعية، بس لازم نعرف ازاي هتتنفذ. فعشان كده لازم نتعرف على احدث الستراكشر سيستمز المتطوره اللي ازاي تحقق الفكره بتاعتنا. هعرض النهارده مجموعه من الافكار وهنتكلم شويه عن الستراكشر سيستمز. ابتدى يتطور مفهوم الديناميك اركيتكتشر أو الديناميك فساد في الواجهات أو ممكن في فراغات المبنى، زي ما هنشوف كده. ابتدى يستخدم هنا في المبنى فراغات أيا كان، مثلا زي الفرص، وإزاي يقدر يستفيد من الفراغ ده إنه يضيفه للمبنى أو يخرجه منه. But now, in the 21st century, advancements in mechanics, environmental systems, and robotics are opening up new frontiers. Abu Dhabi's Al Bahar Towers feature responsive facades that shade its blazing from the intense sunlight. The computational design team, Aedas Architects, simulates how the facades will operate in different seasons and intersex angles in a virtual environment before they are manufactured and installed on site. The facade's form is based on a matter of They turn to open up views and external terraces during Iran's intense summers. Each room or pod has a door inside, enabling access to the terrace when they are open, and to the house when the pods are turned inwards. The terrace's balustrades have been engineered to lay flat as the pods turn inwards. Another example can be seen in Yeosu, South Korea, home to the One Ocean Pneumatic Pavilion. Constructed for the 2012 Expo, the building's skin integrates an array of moving levers that offer shade to internal spaces during the day, and different lighting configurations at night. They were inspired by a research project at the ITK University of Stuttgart, which investigates how biological materials can be applied on an architectural scale. There are several European examples as well. The University of Southern Denmark's new Kolding campus is wrapped in over 1,600 perforated shutters. Sensors on the building's envelope can continuously measure light levels and then adjust the shutters mechanically with a small motor, providing optimal daylight and maintaining a comfortable indoor climate. The shutters' triangular forms mimic that of the building's floor plates. A similar shading technique is employed at Kiefer Technics showroom in Austria. Perforated aluminium panels adjust the performance with sunlight angles and internal climate, changing the facade's appearance throughout the day. في بعض الأفكار برضو الميكانيكال لوفرز، هنا استخدم لوفرز بتتحرك في جميع الاتجاهات، مش مجرد رأس وأفقي فقط، لكن حركات جانبية أيضا. كل ده إضافة عناصر للواجهة. توفر vertical horizontal sheets. هعرض لكم برضو مثال لديزرت روز للمعماري جون نوفيل. عمل متحف
خد الكونسبت بتاعه من ديزرت روز طبقا عشان هو معمول في الوطن العربي، فابتدى يدخل كذا عنصر بكذا اورينتيشن مع بعض. طيب ده كمعماري انت ممكن تعمل فكره، بس دورك ازاي تبقى قبل التنفيذ. علشان كده لازم تبتدي تحلل كل عنصر منها طبقا للاستراكشر اللي انت مستخدمه وطبقا للعنصر اللي هيضاف للمبنى، ويبتدي تقسمه اللوحات، ويجي بقى دور الشوب دروينج وازاي تحدد الكونكشن ما بين كل عنصر والتاني. فعشان كده مهمتكم ان كل واحد يبحث ويتعمق عن نوع جديد من الاستراكشر سيستم اللي يقدر يضيفه للمبنى، بحيث يتحول من مجرد مبنى تقليدي الى مبنى ابداعي قابل للتنفيذ. طيب في عندنا انواع كتيره من الادفانسد ستراكشر سيستم، منها الشيل ستراكشر، فولدد ستراكشر سيستمز، منها البري كاست يونتس، وفي انواع اخرى بتبقى ديجيتال فابريكيشن طبقا لبروجرامز زي جراس هوبر. يبتدي بقى ايه نعمل معادلات عشان نوصل للاشكال او الغلاف الاكثر تعقيدا. في عندنا برضو التنت، وفي ممكن تعمل سبيس تراسز، ممكن تعمل انواع مختلفه كتيره. في عندنا السيرفس، ممكن بقى نستخدم ماده اسمها الاي تي اف اي نعمل غلاف للمبنى خارجي شل، او ممكن نستخدم تنت. وفي انواع متطوره كتير، في دراجون فلاي، في التري ستراكشر سيستمز عشان تغطي سبانات كبيره، دي ممكن تستخدمها بقى في المطارات والمساحات الكبيره. في انواع كتيره جدا من الستراكشر سيستمز، وكل نوع منهم ليه تفاصيل كتير. فالمهم ان كل واحد منكم يركز على نوع ويجيب الفول داتا عنه علشان يقدر يستخدمه في المشروع بتاعه الترم ده ان شاء الله. طيب هتكلم هنا عن نوع من الستراكشر سيستم، هو ابتدى ينتشر في دبي، اللي هو الكوبيكس سيستم. ايه موضوع الكوبيكس؟ الكوبيكس هو شبيه بالهول بلوك. ايه الفكرة؟ الفكرة ان انت عايز تخفف الديد لود للمبنى، فبتستفيد بالجزء اللي فعلا بيشيل احمال من البلاط الخرسانية. فبالتالي لما وزن المبنى يقل هقدر اوصل لسبنات اكبر. فالكوبيكس بيوفر لك 35% من السيلف ويت بتاع السلاب. هنتكلم دلوقتي عن ايه هو تركيب اصلا الكوبيكس سيستم. الكوبيكس هو بيتكون من وحدات الكوبيكس تبقى عامله زي البابل، وبتتحط جوه كيجز. الكيجز من المعدن، ووحده الكوبيكس معموله من ريسايكلد بلاستيك. ده شكل وحده الكوبيكس وهي محطوطه جوه الكيج، وبتبتدي تتحط بالتتابع جنب بعضها على السلاب. الميزه هنا ان هي فليكسيبل، اقدر اغير في ترتيبها زي ما انا عايز. وكمان الميزه فيه ان ينفع استخدمها مع برامج كتيره انشائيه، واقدر احسب الاحمال المناسبه ليها، وممكن اضيفها كمان واستخدمها مع البري كاست مع او والبوست تنشن سوليوشنز. هنا مقارنه ما بين لو بلاطه تراديشنال مع الكوبيكس في ثلاث حالات. اول حاله لو انا ثبت نفس السيكنس بتاع التراديشنال سلاب مع الكوبيكس سيستم، هوفر الويت بتاعي، يبقى ريدكشن من 20 ل 25% اقل،
وهحصل على span اكبر هيزيد بنسبة من 5 لـ10%. ده في حالة نفس السيكنس. لو هعمل نفس السبان فهيديني الويت ريدكشن بنسبة 27 لـ35%، والسيكنس بتاع السلاب هيقل بنسبة من 5 لـ10%. اخر مقارنة بينهم، لو انا هثبت نفس الديد ويت بتاع السلاب ده هقدر اوصل لسبان اكبر بنسبة من 30 لـ40% عن التراديشنال سلاب. في نوعين من الكوربكس، في سليم لاين وفي الايكو لاين. طبقا ده بيبقى طبقا للاحمال بقى وطبيعة المبنى والاسبانات اللي انت عايز تستخدمها. فالسليم سلاب ده السيكنس بتاعه بيبقى من 20 لـ45 سنتي، ممكن يوصل لـ70. اما في الايكو لاين بيبقى السيكنس من رينج من 30 لـ70 سنتي، زي ما انتم شايفين الجزء اللي على اليمين وعلى الشمال. هنا بيوضح لك الفرق ما بين السليم لاين والايكو لاين من حيث الدايمنشن والسبان واللود ريدكشن قد ايه. هنا بيوضح لك بقى ازيومتريك للكوبياك سيستمز. هو اول حاجه بيتم ازاي؟ بيبقى فيه الحديد السفلي طبيعي، بعد كده بيبتدي صب الخرسانه على مرحلتين. المرحله الاولى بيبقى الجزء بتاع البيز اللي بيتحط ليه، بعد كده بيستنى زمن الشك، وبعد كده بيضيف وحدات الايه الكوبياكس، بعد كده بيضيف اللاير الثاني بتاع الخرسانة. ده كروس سيكشن للبابل سلاب. هنا بيوضح لك الجزء بتاع الكيجز مع الكوبيكس او البابل يونت مع الحديد السفلي والحديد العلوي. ازاي بقى بيتم ده في الموقع؟ الموضوع بسيط، هو مجرد بيبتدي يحط وحدات الكوبيكس في الكيجز بتاعته، وبعد كده بيبتدي يوزعها على السلاب، وبيربط الكيجز مع بعض، بعد كده بيبتدي مرحلة زي ما قلنا ايه صب الخرسانة لغاية الزمن الشك الابتدائي بتاعها، بعد كده لغاية ما بيبقى فيه تشيك بيبتدي يعمله ونشوفه قدام، خلاص بيطمن منه، بعد كده بيبتدي المرحلة التانية لصب الخرسانة وتقفيل السلاب بتاعه. هنا هنشوف فيديو ازاي بيتم المراحل. اول حاجة بيبتدي الحديد السفلي، بعد كده بيتحط وحدات الكوبيكس مع الكيجز بتاعته، بيتوزع على السلاب، بعد كده بيبتدي الحديد العلوي، وبعد كده بيبتدي مرحلة صب الخرسانة، ولازم زي ما قلنا يستنى لغاية مرحلة الشك بتاعها، بعد كده بيبتدي المرحلة الثانية صب الخرسانة لتكملة السلاب. هنا هنشوف بقى مقارنة ما بين السيكنس بتاع التراديشنال سلاب و الكوبيكس. فبالتالي حجم الأعمدة بيقل، الحديد المستخدم بيقل، الاسبلات بتكبر، اللود اللي بيبقى ديد لود بتاع المادة بيقل. فعشان كده ممكن أوصل لنفس عدد الأدوار بالتوتال ارتفاع للمبنى أقل وكلير هايت للدور أكبر. هنا الاختبار اللي بيتم، هو بيحط ستيك يبتدي يعمل penetration test. لازم الستيك دي ما تخترقش الخرسانة،
في الحالة اللي انتم شايفينها على الشمال هنا حصل ايه؟ اختراق للستيك، ده غلط، لازم الستيك اللي بيعمل بيها ما تخترقش الايه؟ اللير الاولانية من الخرسانة علشان يقدر يكمل المرحلة الثانية لصب الخرسانة. هنشوف هنا تصنيع بقى الايه؟ وحدة الكوبيكس هي بتتم من two pieces، الاثنين زي بعض كليكابل بيتركبوا لمجرد عن شيلز مفرغة من الداخل، بيتعمل منها ماس برودكشن وزي ما انتم شايفين هو ده اللي بيتم تسليمه جوه الموقع. موضوع بسيط جدا مش محتاج عمالة ماهرة، هي مجرد two pieces يبتدي يتعملوا كليكابل مع بعض. هنشوف دلوقتي العامل بيعمل ايه. كده دي تركيب كل ايه؟ كل واحدة من الكوبيكس. المرحلة التانية بقى اللي هي الايه؟ الكيجز اللي هيبتدي توزع عليها وحدات الكوبيكس. كل ده بيتم في المصنع ماس برودكشن، بيبتدي يعمل الحديد الكيجز ويتقطع ويتلحم اوتوماتيك. بعد كده بيجي العامل ينقل الكيجز مع بعض كلهم. مرحلة بقى إضافة وحدات الكوبيكس إلى الكيجز بكل سهولة. الكيج مجرد بيتوزع جواها وحدات الكوبيكس. وبكده تكون انتهت عملية تحضير وحدات الكوبيكس داخل الموقع. نيجي بقى للايه؟ للبنفيتس. اولا هو بيديك هنا فري لاي اوت بلاننج، تقدر تخطط عشان تقدر توزع زي ما انت عايز. الاسبان دي يقدر يوصل ل 20 متر. الريدكشن بيحصل في الايه؟ في الكولومز، عدد الكولومز بيقل عشان الاسبانات بتبقى اكبر، وكمان اللود ديد لود بيبقى اقل، وده كمان بيديك اب تو 20% ايرثكويك ليس ديزاين لود. وسهل التركيب والتصنيع ومش محتاج صيانه مستقبليه. نيجي نشوف بقى تنفيذه في الواقع. هنا بيبتدي يحط الكيجز مع بعض ويربطهم. في الحالة بقى دي انت مش محتاج الكراسي اللي تتحط على علشان الحديد العلوي، انت ممكن تستخدم الكيجز دول على طول تسند عليها الحديد العلوي. هنا توزيع وحدة الكوبيكس وتربطهم مع بعض. وبعد كده بيبتدي المرحلة الأولى لصب الخرسانة. هنا بيوضح لك الفرق ما بين الترديشنال ستاب والكوبيكس ستاب. بعد كده لازم يتأكد من تخلخل الخرسانة بداخل ما بين الفراغات البينية لوحدات الكوبيكس علشان يبتدي يعمل التست بتاعه عشان يقدر
ياخذ المرحلة الثانية بصفر فرسانة للمرحلة النهائية. دي المرحلة الأخيرة صفر فرسانة لوحدات الكوبري. ده بيوضح لك الفرق ما بين ارتفاع الدور توتال ارتفاع المبنى اعمال الحفر اللي بيحتاجها كل من الترديشنال سيستم والكوبيكس سيستم. شايفين الفرق؟ هنا ده كروس سيكشن في الخرسانة مع حديد تسليح مع وحدة الكوبيكس. وزي ما قلنا هنا انت بتوفر كذا عنصر منها، بتوفر خرسانات، بتوفر حديد تسليح، بتوفر تكلفة عمالة وتكلفة وقت ونقل، بتوفر كمان في عناصر الواجهات بحيث انك ارتفاع المبنى اختلف، فلو هتعمل كلادينج او تعمل كيرتن وول او ايا كان التكسية اللي هتعملها هتوفر كتوتال اريا. برضو مقاوم لاحمال الزلازل، في بعض الدول بيبقى معرض لزلازل فلازم يوفر له عناصر تقدر تتكيف مع البيئة اللي موجودة في كل مكان. السبيد ده طبعا بيأثر كمان، انت عندك تقدر تنجز حجم المشروع بالسلاب بتاعته في اقل وقت ممكن، وممكن يوصل من 35-40% اقل في الوقت في التحضير الطبيعي لو انت بتعمل الاسقف الطبيعية. انت كده وفرت خرسانات، وفرت زي ما قلنا حديد، وفرت كمان في عدد الأعمدة والكروس سيكشن بتاعها. بكده احنا خلصنا محاضرة النهاردة، عرض بشكل مبسط بعض الأفكار للأدفانسد ستراكشر سيستم اللي احنا عايزينكو تبتدي تفكر في مشروعك انه ازاي ما يبقاش تقليدي، وازاي تستخدم structure systems مختلفة وجديدة تقدر تضيفها لمشروعك عشان تحقق الفكرة اللي انت اصلا عايز تعمل. شكرا ليك.